السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. أعر اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق، باردة في المنطقة الشمالية والشرقية لكن دافئة في المنطقة الغربية والجنوبية. هذه الأجواء ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية أو المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة، هي ارتفاعات على درجات الحرارة واستقرار على الأجواء لكن يبقى الطقس بارد خاصة في المنطقة الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة. استعرض الآن وياكم خرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة في شمال وشمال شرق المملكة، درجات الحرارة تبقى أقل من معدلتين في هذا الوقت من العام، طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع فرصة تشكل الصقيع خاصة في المنطقة الجوف تحديدا خلال ساعات الصباح الباكر. لكن يومي السبت والأحد تندفع نحو المنطقة الوسطى الهوائية دافئة، تعمل ارتفاع ملموس على درجات الحرارة خاصة يوم الأحد في العاصمة الرياض وعموم المنطقة الوسطى، كما ترتفع قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتعود وتصبح الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفء خلال ساعات النهار لكن شديدة البرودة خلال ساعات الليل. بينما المنطقة الجنوبية الغربية والغربية والجنوبية تبقى الأجواء دافئة ومستقرة بشكل عام. نذهب الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة. طقس غائم جزئي 11 درجة مئوية، الملموسة 10، رطوبة حوالي 70%، والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت 21-13 ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد 25-16 مع أتربة مثارة، والمزيد من الارتفاع يوم الاثنين 27-14 درجة مئوية مع أتربة مثارة أيضا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.